معكم أمل مصممة برنامج ميكولاب سوليسيون. جينا اليوم لمدينة القنيطرة باش نتعرفوا على عمران، صانع تقليدي كينحت على الحجر. أجي نكتشفوا سر الحرفة ديالو. اهلا سي عمران، لاباس عليك؟ صحه لاباس؟ في امان الله. كنرحبوا بالاخوان ديال اورانج. معكم عمران سينو، رئيس تعاونيه الاندلس للنحت على الحجر والرخام بالجامعه القرويه سيدي الطيبي اقليم القنيطره. كيفاش جاتك هذه الفكره هذه ديال النقش على الحجر؟ هي بعض المرات الحاجه ما كتكونش مخطط ليها، وانما بعض المرات كتجي على غفله. انا من الناس اللي جات الحرفه ديالي صدفه. كيفاش كان النهار الاول ديالك ملي صافي تعلمتي الحرفه وقررتي انك تخلق الورشه ديالك؟ عاودينا على هذاك النهار الاول. وفي الاول كيكون عندك واحد التخوف، مع الاستمراريه فاكيد كلشي ممكن يتحقق، والصبر، لان الحرفه كتبغي الصبر. كيكون واحد المثال، تعلم في الصغار كنقش الحجر. احنا من الناس اللي نقش الحجر وتعلمنا صغار. شكون هو اول كليان ديالك؟ وشنو هو اول منتوج بعتي لهذا الكليان هذا؟ اول منتوج اللي درناه هو النافوره. اول كليان جا وخذاها منا، لان من تبعتنا ديك الخصه عطاتنا فرصه اخرى باش نزيدوا منتوجات اخرين ونخرجهم على برا الوجود. انت حضرتي معنا الدورات التكوينيه في الرقمنه والتحول الرقمي والتسويق الرقمي، شنو استفدتي من هاد الورشات هذه؟ لان بالنسبه لنا حنا عطاتنا واحد القيمه مضافه، هاد التواصل الاجتماعي. فكنعرفوا كنحطوا وكنصوروا منتوج، وكاين عدد ديال الزبناء اتصلوا بنا، الحمد لله خدمنا معاهم. ولكن هذا ما كيمنعش بانك صافي غادي تحط المنتوج ديالك وغادي تحبس. ضروري خصك تحضر دورة تكونية، تزيد تعلم أكثر، لأن راه ممكن أي واحد يفتح صفحة ولا موقع، ولكن كيفاش يسوق ذاك المنتوج؟ لأن باش تحط هنا وتهز هنا ودير له مثلا دير له العناوين ديالو وتحطه بواحد الصورة جميلة، هذيك حتى هي كتعطيك واحد اهتمام كبير، وكيعرفك حتى الزبون كيعرف بأنك محترف، بأنك قادر تحقق حتى الخدمة اللي عطاها لك تكون في الموعد. شكرا، تبارك الله عليك. حتى انتم التحقوا بورشات الرقمنه اللي كتنظمها اورانج ميكولاب سوليسيون عبر المواقع التاليه، وهي www.pro.orange.ma. من المهم ديما قريب اورانج.